بسم الله الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم انت تقدر. حلقه النهارده بعنوان عتاب المحبه. ايه هو العتاب؟ العتاب هو ان انا اصارح شخص بان انا متضايق منه او زعلان منه او باشعر بالضيق من ناحيته او ان في تصرف هو عمله ضايقني او زعلني منه، فبروح اتكلم معاه واعاتبه. عشان كده احبائي كتم المشاعر بيوصل الانسان للمراره وانه مش هيقدر يغفر او يسامح، وبيوقع الانسان في علاقات غير سليمة. العتاب ان انا بقرب من اخويا، افهم منه، اتفاهم معاه، وما بعدش عنه، لان البعد زي ما بيقولوا بيسبب الجفا. ممكن يبقى الموضوع بسيط جدا، والخلاف اللي بيننا موضوع فيه عدم فهم او سوء فهم او سوء تقدير. بمجرد ما انا اتكلم معاه وهو يوضح لي ظروفه ايه وانا اوضح له انا كنت حاسس بايه، نلاقي الموضوع خلص، ولاقي نفسي لوحدي انا بقول له ايه، انا اسف، انا غلطت او انا اخطيت، وهو يرد عليا يقول لي لا انا اللي اخطيت. عشان كده احبائي العتاب هو علاج اساسي لاستعاده العلاقات بين الاحباء والاصدقاء. يبقى العتاب هو جزء مهم جدا عشان ارجع تاني المحبه اللي بين الناس اللي انا بحبهم واصدقائي واحبائي. العتاب هو بيحافظ على الوحدة والشركة بين أعضاء الجسد الواحد. لما بعاتب حد أنا برجع الوحدة دي تاني، وبقى أنا عايز أكسبه بين الجسد الواحد اللي هو ممكن يكون البيت أو ممكن يكون الكنيسة أو ممكن يكون العمل. وفي يوحنا 17 اتكررت عبارة ليكونوا واحدا أكتر من مرة، دي بتورينا أنه شهوة قلب المسيح أنه كلنا نبقى إيه؟ نبقى في حالة وحدة. وبولس الرسول في أفسس 4:1-5 بيقول أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع ووداعة وطول أناة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط الصلح، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحد. خلي بالكم في نقطة مهمة قوي في العبارة دي، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. يعني مش بس أن أنا عايز أعمل سلام مع فلان أو أرجعه ليا، ده أنا بجتهد في كده، ده أنا بتعب في كده. عارفين الزوجة بتبقى فرحانة قوي لما زوجها يجيب لها هدية، لكن بتفرح أكتر لما جوزها يتعب عشان يجيب لها الهدية. الهدية مش بالسهل كده يروح يجيبها كده، لا، ده تعب واجتهد عشان إيه؟ عشان يجيب الهدية دي. عشان كده وإنت عايز ترجع فلان لازم تجتهد إن إنت ترجعه تاني للمحبة اللي بينكم. مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، فيها جهاد، فيها تعب، فيها تواضع. عشان كده أحبائي السؤال اللي بعد كده، ليه بتحصل الخلافات؟ دي بتكون اسباب طبيعيه جدا. احنا ناس مختلفين عن بعض، مفيش حد شبه التاني، كل واحد ليه نمط في شخصيته، كل واحد ليه طباع معينه، كل واحد ليه عادات معينه، كل واحد ليه اولويات في حياته غير التاني. يعني انا في اولويات في حياتي، فلان بالنسبه له دي مش اولويات، وبالتالي هيحصل نوع من انواع الاختلافات. المزايا، في واحد عنده مزايا معينة في حياته مختلفة عن فلان، في واحد عنده نقط قوة في حياته مختلفة عن فلان، في واحد عنده ضعفات في حياته مختلفة عن فلان، فده أسباب طبيعية جدا للاختلافات، ولكن المحبة بتقدر إن هي تستغل الاختلافات دي وتكون مصدر قوة مش مصدر ضعف. وعشان كده لما الناس بتقرب من بعضهم الاختلافات بتبان أكتر. يعني فلان لما بسلم عليه الصبح كل يوم ده عادي، هو ما يعرفش عني حاجة، لكن لما يبقى صاحبي هتبان أكتر شخصيتي وشخصيته، وبالتالي هتبان الخلافات دي أو الاختلافات دي بشكل واضح. بيبان بين يبقوا اتنين مخطوبين بيبان بينهم اختلافات بشكل معين، لكن لما بيتجوزوا الاختلافات دي بتبان أكتر لأنهم قربوا من بعض أكتر، وبالتالي ممكن يكونوا هم مخطوبين مفيش بينهم مشاكل، لكن بعد ما اتجوزوا ابتدت تظهر المشاكل. ليه؟ لأنه ابتدت الاختلافات دي بتبان بشكل اكتر. لكن الاختلافات دي حاجة كويسة مش حاجة وحشة، والانسان اللي عنده محبة ما بيقعش في فخ الاختلافات اللي بيوقعها الشيطان. يعني الشيطان يبقى عايز يعمل فخ كده اسمه فلان مختلف عنك، فلان ده مش فاهمك،
فلان ده مش تبعك، او فلان ده مش منك، او انت اخترت حد غلط، او انت اخترت حد غلط، مع انه ما اخترتش غلط ولا حاجه. ده الاختلافات دي وارده جدا، لكن انا دوري ايه؟ ان انا استوعب الاختلافات دي، انا دوري ايه؟ ان انا استغل الاختلافات دي للخير وللصالح، وتبقى دي مصدر قوه مش مصدر ضعف. عشان كده واحد اسمه سارتر كتب مسرحيه اسمها صعب قوي، اسمها الجحيم هو الاخر. دليل ان واحد مش عارف يتعامل مع الاخر، شايف الاخر ده هو مصدر القلق والتعب، فسماه الاخر هو ايه؟ هو الجحيم. لكن ربنا لما خلق الانسان خلق ادم وخلق حواء، الاثنين مش شبه بعض، لكن الاثنين في تناغم كبير جدا، وخلقهم متحدين لدرجه ان ادم قال عن حواء ايه؟ هي لحم من لحمي وهي عظم من عظامي. لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكونان جسدا واحدا. ودي كانت اول كلمات المديح اللي قالها ادم لحواء. يعني ادم كان بيحب حواء وقال ان دي حته مني، هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي. واحنا اعضاء كثيره ولكن الجسد واحد، كل واحد هو عضو. العضو ده ممكن يبقى عين، ممكن يبقى اذن، ممكن يبقى انف، ممكن يبقى فم، كل واحد ليه كرامته وكل واحد ليه مجده، واحنا كلنا بنشتغل مع بعض لايه؟ لمصلحه الجسد اللي هو الكنيسه الواحده. عشان كده احبائي الشيطان دايما كل هدفه انه يخلق الاختلافات دي ويبتدي يعظمها قوي، ويبتدي انه يعمل منازعات بانه يشيل الحب ويخلي الكبرياء موجود، فلاقي دايما خلافات صعبه جدا. ساعات تلاقي زوج وزوجه يعني في مشاكل بينهم جامده جدا وخلافات كبيره جدا وخناقات وحاجات صعبه قوي، وتيجي تدور على المشكله ما تلاقيهاش. هي فين اصل المشكله؟ يقول لك مش فاكرين احنا ايه اللي حصل، بس الموضوع وصل بينا لكده. ليه كده؟ لانه مفيش محبه، كبرياء بقى موجود. انا بدور على كبريائي وذاتي وهي بتدور على كبريائها وذاتها، والامور مش عايزه تتحسن ولا تتصلح، وتوصل لايه؟ لمراحل صعبه جدا، وممكن البيت يتهدم بسبب انه ناس مش فاهمه ان الاختلاف ده وارد جدا، وانه ده قوه مش ضعف. مش كده احبائي؟ لازم ان احنا نركز قوي ان احنا نعظم الاختلافات دي بشكل روحي، وان هي تبقى حاجه كويسه بينا، ما تبقاش حاجه ايه؟ حاجه وحشه. مش كده خطه الشيطان ان هو يستخدم خطه ثلاثيه الجوانب بشكل مثلث كده. ايه هي بقى خطه الشيطان؟ رقم واحد انه يشوه صوره الله في عينيا. اشوف ربنا صورته مش حلوه في عينيا، زي ما كان بيقول كده لحواء، بيقول لها كده احقا قال لكم الله لا تاكلا؟ يعني هو فعلا ربنا قال لكم ما تاكلوش؟ فكده بيوريني ان كلام ربنا ده كلام مش صح، وان ربنا خايف ان حواء وادم يشوفوا الخير والشر ويعرفوه، فيبقى هم احسن من ربنا. كلام ايه؟ كلام خاطئ. يبقى الشيطان بيشوه صوره ربنا في عينيا. رقم اتنين، بيشوه صوره نفسي في عينيا، اشوف نفسي وحش. وده اللي حصل لما ادم شاف نفسه عريان، ودي كانت حاجه مش كويسه بالنسبه له، فابتدى انه يختبئ، يوريني نفسي ان انا وحش. رقم ثلاثة، ان هو يشوه صوره الاخر في عينيا. بعد ما كان ادم بيقول كلام حلو عن حواء، هذه هي لحم من لحمي وعظم من عظامي، يقول لربنا كده المراه التي جعلتها معي هي التي اعطتني من الشجره فاكلت، هي اللي عملت كده. الست اللي انت جبتها دي هي اللي وقعتني وهي اللي ضيعتني. تكوين 3:12. عشان كده الشيطان بينجح اوقات كتيره انه يحط المثلث ده قدام عينينا، يشوه صوره ربنا في عينيا، يشوه صوره نفسي في عينيا، يشوه صورة الآخر في عينيا. هو ده المثلث اللي الشيطان بيستخدمه علشان كتير جدا يوقعنا في ان انا ابقى ما عنديش محبة للآخر ومقدرش اعده ولا احبه، وبالتالي يبقى خطية صعبة. ربنا يدينا ويديكم نعمة احبائي، لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد، امين. مكان